السلام عليكم. اليوم ان شاء الله بسوي معاكم الكاسترد مع الجلي. عندي الجلي اي نوع انتو تحبون، انا عندي نكهة توت، ممكن تحطون فراولة، كرز، كيفكم حسب ما تحبون. واسوي الجلي نفس التعليمات اللي مكتوبة على الكرتون. بسم الله، راح اضيف كوب واحد من الماء الحار المغلي، اقلب لين يذوب الجلي. وبعد ما ذاب الجلي عندي تمام، الحين بسم الله بنفس الكوب اللي عايرت فيه الماي الحار اضيف ماي بارد كلش واقلب، وخلاص نصب الجلي في كل بادية تقريبا نص او اقل حسب ما تحبون. وخلاص الحين احط الجلي بالثلاجة لين يبرد تمام. وبعد ما يجمد الجلي راح اسوي خليط الكاسترد. عندي الحليب، بسم الله راح اضيف عليه حليب بودرة. لكل كوب حليب اضيف ملعقة كبيرة من حليب البودرة، انا عندي ثلاث اكواب من الحليب البودرة، ضفت عليهم ثلاث ملاعق حليب بودرة، وأضيف ملعقتين من الكاستر والسكر حسب الذوق، وأقلب المكونات على البارد وبعدين أشيلهم وأحطهم على النار. وأحط الخليط المهلبية على النار وأقلب لين يثقل عندي الخليط. وهذا الكاستر بالجلي بعد ما برد تمام، ما شاء الله تبارك الله. ممكن تزينونه بفستق، جوز هند، حسب ما تحبون. هذا بعد من الحلويات القديمة أو حلويات الطيبين. بسم الله، لذيذ 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 الكاستر مع الجلي مع بعض، صراحة ثنائي خطير، ما شاء الله تبارك الله.